تطوير جديد يطرأ على مدينة الشباب 2030 نحو استحداث سلسلة من البرامج والأنشطة التي تقدمها المدينة في نسختها التاسعة، ذلك لتهيئة الشباب لدخولهم في سوق العمل بصورة صحيحة وفق قراءة وتحليلات واقعية لمتطلبات سوق العمل في المملكة. منذ بزوغ الفكرة إلى مراحل التنفيذ ووصولاً إلى واقع التطبيق، من هنا نشأت فكرة استبدال مراكز التدريب الخمسة السابقة في مدينة الشباب 2030 لتطل المدينة في نسختها التاسعة بمؤسسات تدريبية جديدة في تغيير لمفهوم التدريب وتحويله إلى تصميم مشاريع عملية وتكثيف ساعات التدريب لمنح المشاركين فرصة الاستفادة القصوى، إلى جانب استحداث مركز تدريبي استشاري مهمته تقديم برامج مشتركة، الأمر الذي سيوفر 5600 فرصة تدريبية احترافية. مدينة الشباب هذه السنة تختلف بشكل جذري عن مدينة الشباب في السنوات السابقة، بحيث أن احنا هذه السنة مركزين أن يكون أكثر على هيئات ومؤسسات، فعندنا 10 مؤسسات وهيئات في مدينة الشباب، وكأنما الشاب لما يدخل المدينة يدخل مدينة حقيقية، يسجل في أحد من هذه المؤسسات أو الهيئات، وبعدها يدخل في برنامج في مركز الاستشاري التدريبي عشان يطور مهاراته العامة، بحيث أنه يكون مركز الاستشاري التدريبي مركز مكمل للمهارات اللي راح يكتسبها الشاب في المؤسسات أو المؤسسة اللي راح يدخل فيها. مرتكزات مدينة الشباب 2030 في نسختها التاسعة تقوم على مبادئ رؤية البحرين في تحقيق الاستدامة العدالة التنافسية وتحقيق فرصة مثالية لتنويع الاقتصاد والنمو الإيجابي للقطاعات المختلفة، بالإضافة إلى تحقيق مبادرات وزارة شؤون الشباب والرياضة في دمج الشباب في سوق العمل واحتضان الإبداع. احنا في هذه السنة استحدثنا 10 مؤسسات، وكل مؤسسة تطرح مشاريع. فمثال على هذه المؤسسات عندنا Innovation Factory، وعندنا Art Street، عندنا Victorious Sports Academy، عندنا Runway Atelier. فهذه كلها في مجالات مختلفة. وزارة الشباب والرياضة تولي اهتمام بالغ حق قطاع العلوم والتكنولوجيا مدينة الشباب 2030، وذلك لما له من أهمية ودور البالغ في كل مجتمع متقدم. طبعا هالسنة في مدينة الشباب قطاع العلوم والتكنولوجيا يتكون من 3 مؤسسات، اللي هي تكنولاب والإنوفيشن فاكتوري والبلو برنت. هالسنة اللي يميز المدينة أو اللي يميز الجانب اللي أنا قاعد أقدم فيه اللي هو التصوير الفوتوغرافي. التصوير الفوتوغرافي فني 100%، وبيكون نحن مشاركين هنا كمعرض، يعني كل نهاية أسبوع بيكون المخرجات اللي احنا قدمناها والأشياء اللي احنا درسناها بتكون طالعة كمعرض فني. وغير ذي انه بيصير في كزيارات على هالمعرض وتقييم حق التصوير. هناك أهداف واضحة وراء النسخة الجديدة للمدينة، ومن بينها خلق الفرصة العملية للمشاركين لتجربة أقرب للواقع وتخريج جيل قادر على تكوين مشروع تجاري ربحي. إيمان شرف، لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.